ذلك اليوم تتحدث حتى روسيا عن تحالف إقامة تحالف جديد، هي تبحث عن حلف جديد وتتحدى الغرب بأنها يمكن أن تنجز حلفا مع الصين ومع الهند مثلا في مواجهة الانفراد الطغياني السابق الأمريكي في العالم والقطبية الواحدة. باعتقادي أن الذي سيحصل بعد حين هو مزيد من التكتلات الدولية الإقليمية والعالمية، سواء كان بين روسيا والصين وآخرين أو بين الاتحاد الأوروبي والأمريكان، وهو كما لاحظنا انشداد أكثر لعصب الحلف، حلف الناتو، وهو تجذير أكثر لقوة الناتو. وباعتقادي أن قادم الأيام سوف يشهد تغيرات كبرى في السياسات الدولية الإقليمية. تمام، سواء كان تمام أستاذ أحمد، كلام مهم.